بعد مرور 4 أيام من انطلاق الحوار الوطني، تتصوروا نجاح الحوار هذايا؟ والله صعيب برشا، صعيب هيك خاطر برسك الثقة وفات، احنا ما عادش فما ثقة، الكلام اللي يقولوه لنا كله مش باش نقول لك عليه تحديدا، حبر على ورق ولا كلام هز الريح ولا بالدارجة نتاعنا ولا ما صعيب، حتى ثقتنا وفات في اللي يتكلموا، ما عادش فما الكونفيونس الله يرحمها، كانت موجودة، كانت في فترة معينة وضمحلت صعيب. والله ان شاء الله كل خير للبلاد، اهو احنا ننتظروا كل خير للبلاد الاكثر والاقل. بالنسبه للبلاد لازم تصلح، لازم كل شيء يتبدل يتبدل يتبدل. ثم امل في الحوار الوطني هذايا؟ بحول الله بحول الله، فما امل فما امل، ان شاء الله نقولوا احنا ما تصلحتش نعاودوا الثوره من جديد. ان شاء الله الواحد يقول ديما ان شاء الله، فهمتي؟ وانا السياسه ما نتبعهاش برشا، فهمتي؟ هاك علاش. لكن اكيد اخبار البلاد ووضع البلاد يهم اي تونسي. اي بالطبيعه بالطبيعه يهم اي تونسي، مالا اما الواحد ديما يقول ان شاء الله وكو. احنا نتمنى ان شاء الله باش الحوار هذا ينجح، باش البلاد تتجنب المخاطر والمزالق في الواحد، ماذا بينا باش يسهلوا بعضهم، يسهلوا تسهلوا مع بعضهم ويكونوا اخوه مع بعضهم، يدي يشدوا يدي في يدي يدهم في يدي بعضهم، باش ما التفرقه هذه والواحد ما بين الشعب التونسي ما يصيرش، عمرها ما صارت علينا في الشعب التونسي هذه هكا. ثم برشا مماطله وحكايه الحوار الوطني هذه تقزيم من الحكومه الاكثر الاقل، معناها يحبوا يزيدوا يماطلونا ويزيدوا ما يطولوا البلاد، ما حبوش يخزروا اللي قاعد صاير في البلاد كسوا من ارهاب. يتفاهموا حول الله يوصلوا تونس لبر الامان ان شاء الله. يعني عندك ثقه في الرباع الحوار باش يوصلوا الحل؟ احنا عندنا ذيك احنا كمواطنين ماذا بينا ان شاء الله يوصلوا الحل، يتفاهموا ماذا بينا ان شاء الله. عندي ثقة فيهم ان شاء الله بحول الله يخرجوا ان شاء الله الامور معناها اللي مش يتركح البلاد ومش معناها ننطلقوا في حوار جديد معناها مع الحزب اللي مش يشد بعد الحكومة هذه، واحنا معاهم ان شاء الله نساندوهم معناها باللي نجموا. لا ما عنديش ثقة فيهم بصراحة. الحكومة نحسها ماهيش مستقرة، متوترة برشا، الآراء مختلفة، يعني كل إنسان يلوج على المنصب والكراسي. إن شاء الله يتساعدوا في بعضهم وأحسن باش تونس تقعد حرة وليبر.